دكتور حمدي حسين رئيس جامعة الأقصر حفل تخرج مركز التطوير المهني بجامعة الأقصر. حضر الحفل الأستاذة أمل عبد الواحد مدير مشروع مراكز التطوير المهني بالجامعة الأمريكية، والدكتور صلاح أبو الحسن مدير المركز، والعديد من الشخصيات العامة بالمحافظة. تقرير الزميلة دعاء نجدي يحمل التفاصيل. بحضور رئيس جامعة الأقصر والسادة عمداء ووكلاء الكليات، تم تنظيم حفل تخرج مركز التطوير المهني السنوي بجامعة الأقصر، وذلك بقاعة المؤتمرات الدولية. شهد الحفل حضور العديد من الشخصيات العامة والقيادية بمحافظة الأقصر. تخلل حفل التخرج عدد من الفقرات الفنية، كما تم استعراض مهام المركز واختصاصاته وأنشطته التي تمت خلال العام الأخير. الهدف اللي الجامعة الأمريكية بتشتغل عليه إنها بتنشئ مراكز للتطوير المهني داخل الجامعات المصرية. المراكز دي من شأنها إنها بتشتغل على الفجوة اللي ما بين الدراسة الأكاديمية اللي الطالب بيدرسها في جامعاتنا المصرية وما بين احتياجات سوق العمل. الشركات والمصانع بيقولوا إحنا محتاجين سكيلز بشكل معين، الدراسة الأكاديمية بتبقى مدياهم معلومة لكن مش مدياهم المهارة. فتم إنشاء المراكز دي عشان تشتغل على الجزئية دي. مركز الأقصر من إحدى المراكز اللي تم إنشائها. إحنا بنسعى إن إحنا يبقى عندنا 46 مركز على مستوى الجمهورية في جميع الجامعات المصرية اللي على مستوى الجمهورية. إحنا النهاردة في فعالية بيقيمها المركز الجامعي التطوير المهني داخل جامعة الأقصر لتكريم خريجين مجموعة من الكورسات اللي خدناها السنة اللي فاتت والسنة دي كمان. إحنا في الفعالية دي النهاردة هيتم تكريم كل طلبة اللي التحقوا بالكورسات المتخصصة تحديدا، يعني زي مثلا كورسات الديجيتال ماركتنج وزي كورسات السيلز والاتش ار، مجموعة من الكورسات المهمة جدا اللي قدمتها الغرفة التجارية الأمريكية لطلبة جامعة الأقصر بالتعاون مع جامعة الأقصر وبدعم فني من الجامعة الأمريكية. المصري من الكيانات اللي بتوفر تدريبات صيفية لكل أولادنا في الطلبة بمختلف التخصصات، يمكن أكترهم حاجات اللي لها علاقة بالمحاسبة والآي تي، وده بيكسب الطلبة خبرة كبيرة تأهلهم لخوض مجال البنوك والجهاز المصرفي، وبالتأكيد طبعا بيبقى كل متدرب هو الأفضل من غير المتدرب في كفرصة للدخول المجال ده، ودي بتبقى حاجة بتكسبه مهارة كويسة تسهل عليه خوض الاختبارات المقررة للأمور دي. النهاردة بنحتفل في فعالية جميلة بتحصل سنويا. النهاردة تخرج الطلاب اللي حصلوا معانا على كورسات السنة اللي فاتت، بنكرمهم وبنعمل لهم يوم كده احتفالية جميل، يعني يستلموا فيه شهاداتهم ويبقوا مبسوطين فيه. يعني طبعا بيبقوا حالة فرحة جميلة جدا. النهاردة هنكرم حوالي 600 طالب من كليات الجامعة المختلفة. اختتم الحفل بتسليم رئيس الجامعة شهادات الكورسات الخاصة بالمركز الجامعي للتطور المهني لعدد 700 من الطلاب وخريجي المركز. من الأقصر دعاء نجدي.